خمس حاجات توصل للميت في قبره ويعرف مين اللي بعتها ويفرح بيها ويتنقل بيها من حال لحال، لو ربنا راضي عنه يزداد رضا عنه، ولو في خطأ في حياته يعفو عنه ويسامح. الخمس حاجات دول هم الحج والعمرة والصدقة والدعاء وقراءة القرآن. تحج لأبوك أو لحد مات من أهلك، تنزل من على جبل عرفات كيوم ولدته أمه، هو تعمل عمرة ياخد كل حسناتها، تتصدق بالصدقة ولو بسيطة يفرح بيها ويعرف إنك بعيتها، وتكون الصدقة دي نور في قبره وتوسع له قبره. تدعي له سواء في صلاتك أو أنت قاعد في أوضتك ماسك سبحتك بتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، 100 مرة 200 مرة، اللهم ارضى عنه، نور وسعة في قبره. تقرأ قرآن، ختمة القرآن نور لأبوك في قبره. خمس حاجات رائعة توصل للميت في قبره، يفرح بيها ويتنقل بيها ويسعد ويعرف مين اللي بعتها. الميت بيحس بزيارتك وبيفرح بوجودك، وكتير بيبقى محتاج لك، محتاج يحس بيك، محتاج لدعائك، محتاج حسنات، محتاج رصيد في الحياة التانية، وبيحس بالغربة زي اللي بيسافر في الدنيا بعيد عن أهله. تخيل لو قعدت سنة مثلا ما تكلمش أهلك، شوف هتحس بإيه.